إن خدمة المعبد سيعاقبون إن لم يؤدوا جميع أعمالهم كما ينبغي. أنا أعني كل الخدمة، كلهم، ولا ينبغي استثناء مريم لأنها من أسرتنا، فليس علينا أن نستثني أحد. بالطبع لا يوجد قصد وراء العقاب هذا، فنحن جميعا نحب مريم. صحيح، إن علينا أن نجعل الأطفال بهذا العمر يدركون معنى الوجع والمصاعب، فلا تغضب يا سيد زكريا. يكفي أن نحذرهم ونلفت انتباههم. إن الأولاد يعبثون، فإذا لم يكن هناك من زاجر لعبثهم هذا فسيجعلون أسفل هذا المعبد عالية، لذا لابد من أن يشعروا بالخوف والخوف الشديد، وأنا أنمي هذا الخوف في قلوبهم بقوة. هل تذكر جيدا يا سيد زكريا عندما كنا تلامذة عندك؟ أنا لم أقم بإيذائكم أبدا. أنت لا، لكن بقية المدرسين بلى، لقد جلدونا بكل قسوة ممكنة وأحيوا كل ما هو سيء في قلوبنا. الآلام والغضب والأحقاد، وهي كلها تقلق كيان البشر وتحطمه. ما هذا الذي تقوله يا سيدي أربعام؟ ليس الحقد والغضب من خصال المؤمنين، فالحقد يحرق القلب ويوجب الغضب الإلهي، أما الغضب فيذهب بحسن الإنسان. في الواقع أن الحياة مليئة بالآلام يا زكريا. عندما هجم هيرودوس وجيوش الإمبراطورية علينا وعلى أورشليم كلها، وقام جنوده بقتل كل الكهنة وأخذت المجزرة الوحشية شكلها، كنت حينها مختبئا تحت لوح من الخشب نصف محترق، ووقف الرومان مباشرة عند رأسي. كانت قدمي تحترق ولكنني لم أصرخ ولم أتحرك، وتظاهرت بأني ميت، وتركني هؤلاء بعد أن ظنوني ميتا. إن تحمل الوجع هذا قد أبقاني على قيد الحياة. الألم، الألم هو سر الكمال والرشد في الحياة، لذلك يجب أن يشتري الطلاب وخدمة المعبد جميعهم تلك اللذة العليا بأرواحهم حتى يستقيموا جميعا. إن جرحك هذا لوث قلبك وملأ كيانك بالحقد على عباد الله وعلى كل المحيطين بك. انظر إلى داخلك. سيدي هلال، أتمنى عليك أن تتفضل بإعفاء مريم من العمل في المعبد. مرحبا يوسف، ما بك؟ لا شيء. إذا لماذا تبكي؟ لماذا لا تفعل شيئا من أجلها يا جدي؟ إنهم يؤذون مريم في غيابك، إنها وحيدة، وحيدة للغاية. إنها معجزة إلهية وغرست في أرض اليهود المالحة ولا يعلم قيمتها أحد. سأتسبب للسيد يربعان بما يجعله يخجل من فعلته المشينة هذه. حسنا، سوف أجعله. حسنا، أين هي مريم؟ إنها هناك. مرحبا مريم. مرحبا. لقد تحدثت إلى السيد هلال يا مريم، وتستطيعين منذ اليوم التوجه لعبادتك فقط متى شئت.
وماذا بشأن أعمال المعبد؟ هناك من يقوم بهذه الأعمال. شكرا للرب. إنني مسرور باهتمام أقاربكم من الفريسيين بإدارة المعبد، لكنني أرى أن علاقتك بالصدقيين أكثر ودا. ليحفظك الرب. وداعا. مرحبا مريم. مرحبا جدي. عزيزتي مريم، أراك جالسة هنا، كيف تشعرين اليوم؟ وكيف حال ذراعك؟ أنا أفضل اليوم. اعذريني، فإنني أشعر أنني مقصر لترك إياك وحيدة. لكن ما العمل مريم؟ الطريق من الجليل إلى هنا بعيدة جدا. اسمع يا جدي. عزيزتي، أنا مجرد طفلة ولا أستطيع أن أفهم لما يختلف الكبار ويختصمون فيما بينهم، ولا عمل لي معهم أبدا، فلما يسيئون إلي أنا بالذات؟ وكيف يستطيع البشر أن يختصموا مع بعضهم البعض وأيضا يتباغضون؟ يعلم الله أنني أحب السيد يربعام من كل قلبي. أنا منزعجة من أني قد أكون ارتكبت ما أغضبه. مريم، أنت طاهرة وبريئة، وهذا ما يجب أن تكون عليه. لقد تحمل والدك عمران مع كل محبة الناس له عذابا كبيرا من هؤلاء. لماذا؟ لأن والدك نبي الله. لكن هؤلاء الناس ينتظرون نبي الله المسيح أيضا، وهو أيضا سيبتلى بهؤلاء كثيرا. وإلى ما يدعو الناس؟ مريم، سيسمع الناس منه شريعة موسى بلسان عيسى، لأن الدين الذي يعرفه الناس الآن لا يتطابق مع شرائع موسى. هناك كثير من الأمور تغيرت، فقد قام أصحاب النفوذ والمصالح من بني إسرائيل بتغيير سنة موسى بمرور السنين وفقا لما يناسبهم. إذن سيتحمل المسيح عذابات كثيرة. لماذا أنت هنا؟ ولماذا تبكين؟ أنا مشتاقة لرؤية والدتي. سأذهب وأحضر بعض الماء. ماذا جرى؟ ما بك يا حنة؟ ماذا حدث؟ لقد استولى عليك الضعف مجددا يا حنة. أنا بخير. ماذا أفعل؟
ليس الأمر بيدي، إن خيالها لا يفارقني لحظة واحدة، وأينما نظرت تتراءى لعيني صورتها لا تفارق خيالي. تعلمين أن لا ولد لي، لكنني أعلم كم تتعذبين. أنت تهلكين نفسك يا حنة. أظن أن عليك أن تتوجهي لرؤيتها هذا اليوم. يجب علي ألا أكثر الظهور في المعبد، وإلا فلو رأتني فسوف يصبح البقاء في المعبد صعب عليها. من مريم؟ لابد وأنها ستتحمل. إنني أفي بعهدي. لم يكن عهدك أن تبتعد عنها، وإنما كان نذرك أن ترسليها إلى المعبد وقد فعلت. حنة، عاطفتك تجاه مريم إلهية، اذهبي لرؤيتها، لا تترددي، اذهبي والتقي بابنتك وضميها إلى صدرك. يا بني إسرائيل، طهروا نفوسكم قبل أن يأتي المسيح وتقف أمامه بعاركم. ما هذا الحرص منكم وإقبالكم على متاع الدنيا؟ وما غفلتكم عن آخرتكم؟ سيبرأ المسيح في أفعالكم أمام الرب يوم القيامة. سيأتي قريبا ويلومكم أنتم الذين تأخذون أموال اليتامى من بيوتهم، وأنتم الذين ترتزقون بالصيرفة والقليل من البيع، أنتم الذين تقومون بكل هذا الظلم، أنتم الذين تسميتم باسم الفريسيين وتريدون أن تكونوا مخلصين للرب، ولكن كيف تستطيعون أن تفعلوا كل هذا؟ كيف؟ أنتم تلبسون رداء الكهنة وتتكلمون بكلام الصالحين المؤمنين، لكنكم لا تسيرون في طريق الحق والعدل. أليست هي المرأة ذاتها التي كانت موثوقة؟ نعم، إنها هي امرأة شريرة، لا هي تهدأ ولا هي تدع الناس بسلام، هذه حالتها على الدوام يا أخي. من الواضح أن قلوبكم ليس بداخلها سوى حب الدنيا، ولا شيء على ألسنتكم سوى خداع الجهلاء. اعلموا جيدا أنه يغضب منكم كثيرا، لأنه سوف يحكم بالعدل والتقوى والحق. أترى يا ميخائيل؟ والكذب والخداع. للمتدينين مشاكلهم معكم أنتم الفريسيون. إذن انتظر حتى يسخن لسانها وستقوم لخدمتكم أيها الصدوقيون. أنتما لماذا تقفان هنا؟ اذهبا لمتابعة الدروس. أيتها المتكلمة، من الأفضل لك أن تحكمي شد وثاقك جيدا، على الرب يمن عليك بالشفاء العاجل. لا بأس، إذا ما كنت سأشفى حقا. أين كنت؟ لماذا لم تأتي لرؤية مريم قبل الآن؟
ولماذا انقطعت عنها؟ أين مريم؟ أين يا ابنتي؟ كيف حالها؟ مريم، أريد رؤية ابنتي. انتظري قليلا، سوف ترينها، صدقيني. لا أستطيع التحمل، مضى الوقت وأنا لا أستطيع النوم أو الأكل، وقد أوهن المرض قواي وأضعفني. أنا واثقة أن فراق مريم هو الذي أقعدك هكذا، فديتك بنفسي. أي عذاب هذا؟ ولأجل ماذا كل هذا العذاب؟ انتظري. مريم، 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 هل ستأتي ابنتي إلى هنا؟ لا أريدها أن تراني، لا أريدها أن تأتي. لماذا؟ لأني أخشى أن تراني هنا، ويصعب عليها البقاء في المعبد. مرحبا خالتي. مرحبا مريم، كيف حالك؟ أنا بخير. وكيف تشعرين الآن مريم؟ هل تشعرين بالرضا؟ نعم شكراً لله. ما هي أخبار والدتي يا خالة؟ إن أمك بخير يا عزيزتي. أنا قلقة عليها ولا أدري ما الذي أصنع. ترى أتدري أمي كم أحبها؟ فليس في دنياي من أحد سواها. أما السيد زكريا فقليلا ما أرى، وعندما أفكر بوالدتي خالتي يزداد شعوري بالوحدة كثيرا. أنا ذاهبة، يرعاك الله. لقد رأيت طبيبي، لكن يدي لم تصل إليه. رأيتها من بعيد وسمعت صوتها، فلم تعد لدي أمنية في الحياة. ليحرسك الرب.
حدث لها. حنة! حنة! لا! لا! استيقظي حنة! استيقظي! أصعب أن يتصدع قلب الأم على ولدها، لكن ما كان أفضلها من أم؟ تلك هي إرادة الرب ومشيئته. لقد وفت حنة بنذرها، فاصبري وارضي برضاها يا أليصابيت. إن قلبي يتفطر لأجلها، لقد كانت على وشك أن تقطف ثمرة صبرها، ولكن سرعان ما ابتعدت عنها مريم. كانت تقول لي دائما إن غياب مريم يكاد يفتت قلبي. لقد أحسنت حين ذهبت لرؤية مريم، دفنت قربها. مريم كيف سنخبرها؟ مرحبا مريم. مرحبا يا جدي. فيما تفكرين يا ابنتي؟ انقضت 6 أشهر و17 يوما منذ قدومي إلى المعبد. وهل كانت هذه المدة قاسية؟ لا، لكنني أفكر كل يوم ينقضي علي هنا بالوقت الذي سوف تأتي به والدتي لزيارتي، ولكن الليالي والأيام تجيء وتذهب ولم تأتي أبدا. إن ذلك يصيبني بالغم وبشعور غريب. قل لي يا جدي، هل من المعقول أن تنسى الأم ابنتها العزيزة؟ لا، لا تنساها. إذن لماذا لا تأتي والدتي لرؤيتي؟ لماذا تبكي يا جدي؟ ما الموضوع؟ مريم، تذكرت أنا الآخر والدتي التي أحبها. وهل تركتك وحيدا أيضا؟ ما زلت أذكر، ذهبت يوما لإحضار الحطب من الغابة، وفجأة شعرت بالحزن الشديد في قلبي، ومثلك أيضا شعرت بشعور غريب لا أستطيع وصفه. وعندما عدت رأيت عددا من الناس قد اجتمعوا أمام منزلنا، فتخطيت حشد الناس ودخلت إلى المنزل، فرأيت أمي ترقد بسلام. كانت عيناها مغمضتين، بدت لي وكأنها كانت نائمة.
لقد كانت ترقد في سريرها بكل سكينة، لم تكن تبدو مطمئنة في أي وقت كما تبدو الآن، وكأن آلام الحياة وعذاباتها قد غادرتها دفعة واحدة. طوقتها بذراعي بكل حب، قبلت وجهها ويديها فلم تستيقظ. هل تريد أن تقول لي شيئا يا جدي؟ أهو شيء يتعلق بوالدتي؟ أمن الممكن أن تكون قد عرفت الآن لما لم تأتي لمقابلتي. صغيرتي، لقد فقدت والدتي وأنا أوضعتها في يديك، فاغمرها بحنانك ورحمتك ولا تتركني في وحدتي، فإنها تحزن قلبي وتشعرني بالغم. نحن نضيع الوقت لنجعل منكم بشرا، ألم أقل لك إنه لا ينبغي أن تملأ الجرار إلى هذا الحد؟ فعندما تنكسر تقول إنها كانت ثقيلة. أنت قلت لنا أن نملأ نصفها. لا تطل لسانك، فهمت؟ قل لي لمن تأخذ هذا الماء. إلى العم يوسف. العم يوسف؟ قل له أن يأتي بنفسه. اذهب إلى عملك، هيا. أيها العم يوسف، أيها العم يوسف، ما بك؟ انظر إنهم يؤذوننا. لا علي. مرحبا يا أحبائي، اذهبوا أنتم، سأحضر الماء بنفسي.
أيها الأعزاء، إن الخدم ضعاف ولا يستطيعون حيلة، وقد أتوا إلى هنا لكي يتعلموا منكم المحبة. هذه هي العادة في المعبد، نحن أنفسنا تعلمنا بهذه الطريقة. تذكروا إذن آلام طفولتكم، من غيركم يستطيع تبديل هذه العادات الخاطئة؟ ولا تنسوا تعاليم الكتاب المقدس الذي يقول لا تؤذوا أحدا. لو تعلم يا سيد يربعام كم هي نفقات المعبد لما تحدثت هكذا. إننا قد جددنا اتفاقنا مع الصيرفيين للاستفادة من السوق، وكل غريب يدخل إلى أورشليم عليه أن لا يلجأ إلى غيركم لتبديل نقوده إلى تشيكل. تأخذون منه 3 قطع من أجل هذا التبديل، وتذهب واحدة منها إلى جيوبكم. في الحقيقة إن هذا غير عادل، كما أنكم يا سادتي تستولون على كل نظرات اليهود وزوار المعبد، ثم يأتي جنود هيرودس ليقولوا لنا إن الضرائب قد ارتفعت وعليكم تسديدها. كم تتصورون أننا نملك نحن الصيرفيين المساكين لندفع لكم كل هذه الضرائب؟ لماذا لا تلتفت إلى أن هيرودس يأخذ الضرائب منا؟ إذن قل لي، لماذا لا تسدد ضرائب هيرودس؟ برأيي يجب أن ترفع فوائد القروض، ستبقى حصتكم نفس تلك القطعة، لا تخافوا. وهل جننت؟ نرفع مستوى الفوائد؟ هذا لا يجوز على الإطلاق. إن هذا ظلم كبير. إن الناس يعانون من وطأة مصاعب الحياة، وهم يقضون أيامهم بمشقة كبيرة جدا، سيتمردون إذا فعلنا. ومنذ متى؟ منذ متى تفكرون بأحوال الناس المساكين؟ إذا لم نفكر نحن بالناس، فمن الذي يفعل ذلك برأيك؟ ما بك سيد يا سكار؟ لم أرد أن أتسبب بعذابه، سامحني سيدي. لم يكن ذلك بسببك. إن هذا المرض يعذبه منذ سنوات طويلة. احذروني، فهذا الوضع أفقدني صوابي. يقولون إن لمريم ابنة عمران كرامات، فلماذا لا يذهب إليها؟ إن كل المرضى الذين تدعو لهم يشفون على يدها. اسمع يا أرون، لو كانت مريم تستطيع أن تعالج وجع قدمها لما كانت تعرج منها. أنتم تعلمون أن وجع مريم بسبب كثرة وقوفها للعبادة. تعال وانظروا إليها. ابتعدنا من هنا. لكن لماذا سيدي؟ نريد أن نرى مريم. ابتعدنا من هنا. نريد أن نتمرد منها. هيا ابتعدنا من هنا. هيا ابتعدنا من هنا. اذهبنا من هنا. حسنا سنذهب. هيا هيا للخلف. هيا ابتعدنا. ابتعدنا من هنا. هيا. إن أغلب الناس الذين يأتون لزيارة المعبد إنما يأتون لمقابلتها، وأنتم لا تعلمون أنكم تساعدون على ذلك بأنفسكم. إن هذا بسبب الناس وخرافاتهم. إن الناس يسعون وراء الخرافات. إن هذه مشكلة جديدة أيضا. على أي حال، سوف يمل الناس جميعا من مريم في يوم ما. إن هذا الكتاب المقدس هو كتاب للحياة، ونحن أبناء التراب كمثل التائهين بظلمة ليل في الصحراء. فإذا لمع البرق في السماء للحظة وضحت لنا الطريق. أما الكتاب المقدس ونبي طريق الحق فهما سراجا ظلمتنا، فقوموا لاتباع تعاليم نبيكم زكريا لتبعد عنكم نار جهنم. أيها الناس، اعلموا أن صوت حسيسها يسمع من بعيد. سيأتي المسيح ويسقط عبدة المال عن عروشهم. واعلموا جيدا أن الجنة من نصيب من يسد جوعه بالخبز والتين المجفف، وأن الجنة من نصيب من يهيئ لظهور المسيح ويستقبله بالزهور والزغريد والفرح
والتقوى والمحبة والإيمان أيضا. إن الله وعد داود وقال: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين والصالحين والمؤمنين. فسأل داود: وكيف أبشر المذنبين وأنذر المؤمنين والصالحين؟ فقال الرب: بشر المذنبين أنني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين والصالحين والمؤمنين أن لا يغتروا بعملهم، سيما وأن العبد لا يحاسب قبل موته. وقل: أيها الأحبة، إن الغرور يوجب الهلاك. استصغروا ما حسن من أعمالكم واعترفوا بتقصيركم أمام ربكم، إنه يعلم صلاح عباده، فإن الرب هو الذي خلقهم. الرب لا يرضى بهذا الظلم. أي ظلم هذا؟ أهو الظلم الذي تتآمرين به على عرشي وتاجي؟ لست ممن يتآمرون، وأنت تعرف. إن الجميع هنا يقولون ذلك. عشت معك سنوات طويلة وأعلم طباعك جيدا. إنك تقع تحت تأثير المغرضين والوشاة دائما، وكل أولئك متفقون ضدي. أين هم الوشاة؟ إذا لم تكوني مذنبة، فبماذا تبررين اجتماعك المتكرر الذي اعتدت عليه مع اليهود المتعصبين؟ إن اليهود الفقراء متعلقون بي، فهل تعتبر مساعدتي لهم خيانة؟ نعم هي الخيانة، أوليست هي ما تحاولين فعله للتأثير على رعايا الملك؟ إلى أن يأتي اليوم الذي يتلقون أوامرهم منك أنت عوضا عن أوامر ملكهم؟ برأيي إنها أكبر خيانة. لا، ليست كذلك. إنني أردت العناية والاهتمام برعاياك، أولست أنا زوجة الملك؟ فإذا ما أحبني هؤلاء فكأنهم أحبوك أنت. أم أنك لا تريد أن يحبك من هم تحت قبضتك طالما تحدثت أنت عن هذا الأمر؟ ليست هذه من عادة الحكم. ألم يكن والدك أنتيكونوس ملكا ويحكم بهذه الطريقة؟ ألم تري عندما أتى لمواجهتي وكان على أتم استعداد، كيف انهزم أمامي ذليلا؟ إن والدي لم ينهزم، إن اسمه مازال حيا بين الناس جميعا، إنه حاكم على القلوب. العمل الذي يعجز عنه الكثير من الحكام. أرأيت كيف أنني ما غششتك؟ إن هذه المرأة تريد أن تنتقم منك لأبيها المهزوم وإحياء اسم سلالتها المنسي من جديد. اعلمي إذن أنني ابنة أنتيكونوس ملك اليهود العظيم، وكان أبي من أسرة هيركانوس الثاني. نعم، ما أسهل أن يشتم من يمسك بالسلطان والقوة سلالة الملوك الماضية العظيمة. إن هذا العمل لا يحتاج إلى الشجاعة والنسب الأصيل. هزيمة الحياء. وأما هزيمة والدي في الحرب بدعم من جيوش أمبراطورية الروم فأمر لا يبعث على زهوك وافتخارك مطلقا. أيها الحراس خذوها واحبسوها في الزنزانة المظلمة. سآمر بصلبك مريم، وسأسلخ جلدك أيضا. سأعمل على أن تركعي عند قدمي صاغرة ذليلة تطلبين العفو. هيا خذوها حالا. أيها المعظم، لكنها السيدة مريم. السيدة مريم. قلت خذوها الآن. هيرودوس، فلتحذر إذن من ذلك اليوم الذي ستحرقك فيه نار ظلمك. أرأيت يا أخي كيف أنها أظهرتني يدها الخبيثة على لسانها؟ إنها امرأة مغرورة يا أختي، فما الذي ينتظر من ابنة الملك أنتيكونوس غير هذا الذي سمعته؟ آه منك، يبدو أن شغفك بهذه المرأة لن ينتهي أبدا. ألم تفهم بعد أنها قامت بتحقيرك؟ لقد حقرتني، إلا أنها لم تعترف. كلا، لم تعترف.
أن هذا السجن هو نفسه الذي كان قائما زمن والدي. والذي لم يكن ليتصور أنهم سيرمون فيه ابنته يوما. أيا كان فهي ليست مملكة داود وسليمان. إذا كان السلطان إنسانا عاديا كوالدي فلا مهرب من ظلمه وجبروته، ولعلي سأحمل تبعة نار ظلم الذين كانوا يقبعون في هذا السجن المظلم في زمانه. وقتها كنت فتاة فارغة بلهاء، لا علم لي بعذاب وآلام الناس، أو لعلي أتحمل عاقبة رؤيتي لمريم من بعيد منذ سنوات. لقد دار علي الزمن بدوائره. اسكتي يا مريم وتحملي، فلعلها آخر ما تجوزين به قبل انعطاق جسدك الترابي. لكن ليتني أراها مرة أخرى. مريم، مريم.